السلام عليكم. اليوم يوم الجمعة 8 رمضان وحفلة الافتتاح للأولمبيات. شوفوا كيف تحول المكان للأولمبيات. توقع حيكون زحمة مرة بعدين. جنازة. في ناس بيبيعوا علام هنا. وفي مظاهرة هناك، ما أدري مظاهرة على إيش. أنا رايح المسجد الحين. شايفين هذا المستشفى؟ هذا فين ولد أنس وولدت إيمان. أنا في منطقة وايت شافل، منطقة في شرق لندن. لما تمشي هنا ما تحس انك في لندن، هذا المنطقة غير. وهذا احلى شيء في لندن، في مناطق جدة يعني كل منطقة لها ذوق. اسمع، احنا ماشيين في لندن في قرآن. شوف المطاعم الحلال مثلا هنا، في كثير، مئات يمكن في هذه المنطقة، في مكاتب اسلامية، وهناك المسجد. الله اكبر. وهو هذا كل المسجد، حتى العمارة اللي وراها، ودائما زحمة. يعني لازم تيجي بدري حتى تلاقي مكان، مع انها كبيرة جدا بس زحمة. وكم شيخ جاء هنا صلى، يعني السديس جاء هنا ونبيل العوضي. خلصنا الصلاة الحمد لله. انا رجعت البيت عشان اخذ ابني بوديه الحديقة. ما صورت كثير اليوم، ما صورت المسجد وما ادري ايش، يعني كان صعب التصوير شويه مع الصيام كله. بس المهم، يعني الصيام في بريطانيا غير طبعا من السعوديه. اول شيء لما يجي رمضان ايش يتغير؟ يتغير الناس يصوموا بس، يعني من جد، يعني بس هذا اللي يتغير. يعني قصدي انه الناس يشتغلوا نفس ساعات نفس الساعات ويصحوا نفس الوقت. مو زي عندنا، يعني في السعوديه في كثير ناس يناموا بعد الفجر ويصحوا قبل المغرب شوية، أو بعد العصر أو قبل العصر وكذا، فيناموا يعني معظم النهار. وفي كثير ناس ما يشتغلوا مزبوط. لا هنا يعني هذا شيء طيب، بس طبعا ما في أحلى من الصيام في رمضان في دولة إسلامية. تحس إنه الدولة، يعني شوف الدولة كلها بيصلوا بيصوموا، شيء حلو. بس الشيء الحلو اللي هنا اللي ذكرته قبل شوية، إنه الصيام تحس إنه صح، يعني جهد، من جد جهد. بس صح أنس؟ What do you think؟ وشيء ثاني، في العيد هنا بعد صلاة العيد اللي أحبه كثير، كل واحد يسلم على الثاني اللي جنبه، يعني بيسلم ويحضنه كمان، شيء جميل جدا. وحس إنه عندنا لما نصلي عندنا، يعني هذا شيء ما فيه للأسف. يا ليت كل واحد يسلم لأخوه اللي جنبه، ويعني يبارك له ويعيد عليه وبس. وإن شاء الله كلكم بخير، مع السلامة. كلمت سالت الرجال هذا، يقول كل عطلة نهاية الأسبوع يعني في هذا في الصيف بيعمل هذا الشيء هنا. هذا حديقة جنبنا، يعني أقل من 5 دقائق مشي. مالا قمبة شو عالي سندة بانسي بانسي بانسي. قابلت واحد سوري مع 6 أطفال هنا مع أهله ساكن، وأخذت رقمه عشان نتقابل وعشان أنا أتكلم عربي، أتعلم من أبنائه.